أنتم الآن في نشرة الموجز. شارك عشرات آلاف من الأساتذة اليوم الثلاثاء في مسيرة احتجاجية بالرباط احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وانطلقت المسيرة من أمام مبنى البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية مروراً بساحة باب الأحد، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالنظام الأساسي الجديد الذي وصفوه بأنه نظام المآسي، وطالب المحتجون بإسقاط النظام الأساسي وصياغة نظام أساسي جديد يلبي مطالبهم، بما في ذلك الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية. وتأتي هذه المسيرة في إطار احتجاجات مستمرة يخوضها أطر ورجال التعليم منذ الكشف عن مشروع النظام الأساسي الجديد قبل أكثر من شهر. وسبق للتنسيق الوطني للتعليم الذي يضم أكثر من 20 تنسيقية ونقابة أن بسط مطالبه في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدولة تتحمل مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد نتيجة رفض الحكومة الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع بجميع فئاتها. وطالبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي الدولة بوقف الاحتقان عبر ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والعادلة لأسرة التعليم، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول هذه المطالب. وأدانت إقصاء نقابة التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي رغم أنها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، وهو ما يعد ممارسة تمييزية ومرفوضة تنم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع نقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، ويمس في العمق بالحق في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية. كما استنكرت القمع الذي تعرضت له هيئة التدريس في وقفتها السلمية المنظمة بالرباط يوم 5 أكتوبر المنصرم، والذي صادف يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين، ودعت الوزارة الوصية إلى التراجع عن النظام الأساسي وإعداد مشروع نظام أساسي جديد يراعي طموح الشغيلة التعليمية. وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية ريتشي سوناك عبر سفير بلاده بالرباط، أكدت فيها مسؤولية بريطانيا المستمرة في جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية وتطهير العرق والجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ويتعرض لها الآن بقطاع غزة بعد 106 أعوام على وعد بلفور المشؤوم. وعبرت الجبهة في الرسالة التي تأتي تزامنا مع ذكرى وعد بلفور عن إدانتها لجريمة بريطانيا المستمرة، مطالبة بالاعتذار لشعب فلسطين وشعوب المنطقة بكاملها عن جريمة تمكين الكيان الصهيوني المجرم من أرض فلسطين مع ترتيب الآثار القانونية والسياسية والمالية والدبلوماسية التي تؤدي لإلغاء هذا الوعد كاملا وإدانة الكيان الصهيوني وإعلان عدم شرعية وجوده. وشددت الجبهة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه في الحرية للأسرى أطفالاً ونساءً ورجالاً، وتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. احتل مئات الناشطين اليهود الأمريكيين التقدميين تمثال الحرية في نيويورك لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لما يتسبب به قصفها من إبادة جماعية للمدنيين في القطاع. وارتدى الناشطون وجلهم من الشباب قمصانا سوداء طبعت عليها شعارات من بينها يهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن، ووقفوا أسفل قاعدة النصب التذكاري الذي يرمز لنيويورك. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها العالم كله يراقب ويجب أن يتحرر الفلسطينيون وأوقفوا إطلاق النار الآن. وتعارض المنظمة التي يقودها اليهود سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الفصل العنصري. مزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.